نحو مليوني دونم من في أربيل تزرع بمختلف أنواع المحاصيل، أهمها الحنطة والشعير شتاء، والخضار والفاكهة صيفا. ويمثل تسويق الحبوب واحدا من أهم التحديات التي تواجه المزارعين هنا، حيث تؤكد الجهات المعنية في أربيل إن وزارة التجارة الاتحادية تشتري تقريبا ثلث الإنتاج فقط، فيضطر المزارع في الإقليم إلى بيع الباقي خارج خطة التسويق الحكومية بأسعار متدنية، فيشتريها تجار متنفذون لتنقل وتباع في بغداد. اللي عنده 50 دونم يستلمون منه 5 أطنان لو 4 أطنان، هذه بالبقية تبقى خسارة. في هذا المكان علوة أربيل يعرض المزارعون محاصيلهم للبيع. السوق غارقة بالمحاصيل الإيرانية وبدرجة أقل التركية. الانخفاض الحاد للعملة الإيرانية يجعل المزارع الإيراني رابحا، فيما يكافح الفلاح الكردي لبيع محصوله دون خسارة. كردستان كله إيراني، ماكو كردستان ما عنده كل شيء، على مود شنو؟ على مود كله بضاعة تركي وإيراني. وهسه هذا الطماطم عراقي درجة أولى، طماطم مال النجف ب150 دينار ما حد ما ياخذ. وكشف مزارعون إن إنتاجهم للمحاصيل الشتوية هذا العام كان أقل بسبب غياب الدعم الحكومي. ما يصير، وش يزرعون؟ لازم بيوت بلاستيكية وهتكلف على الفلاح والحكومة ما تدعمه. ارتفاع سعر الدولار مؤخرا زاد من معاناة الفلاحين هذا الموسم، فالفلاح هنا يشتري المواد الأولية كالبذور والمبيدات والأسمدة بالدولار ويبيع محاصيله بالدينار الذي انخفضت قيمته كثيرا. يطالب الفلاحون الأكراد بأمرين أساسيين لتحسين واقعهم، الأول تنظيم وضبط المحاصيل المستوردة من دول الجوار أو فرض ضرائب عليها، والثاني أن يتوفر الدعم الكافي للمزارعين من حكومتي أربيل وبغداد. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.